اجتاز باتريك مالوري مدرج مطار ميلانو المعبد تعبيدا متقنا، وجثمت أمامه الطائرة البراقة التي ستقله إلى لندن، والحياة الساخبة التي ابتعد عنها للاستمتاع بفترة هدوء قصيرة. ولطالما شعر بالأسى وقت مغادرته إيطاليا بعد قضاء مدة فيها، فهنا موطن أمه التي قضى في صحبتها 4 أسابيع في فيلتهما الواقعة عند ضفاف بحيرة كومو، حيث استحم في أشعة الشمس وتمتع باسترخاء تام. أما حياته في لندن فمحمومة بالعمل ومرهقة للأعصاب أحيانا، وقد كانت إجازته متعة فعلية ولم يحس قط أنه كان في حال أحسن من حاله الآن، وقد اسمر جلده واستعاد نشاطه واستعد لاستئناف عمله وتحمل مسؤوليته في لندن. كان باتريك في أواسط العقد الرابع من عمره، جذابا طويل القامة نحيلا، كان شعره فاحم السواد في حين كان يعزو سمرة بشرته إلى كون أمه الإيطالية. أما عيناه فكانتا تشعان ببريق غامض عندما يرتسم التهكم على تعابير وجهه، ولم تبلغ قسماته مستوى الوسامة، إلا أنه يتمتع بسحر غريب له جاذبية آسرة. وقد فطن إلى الأثر الذي يتركه على أفراد الجنس اللطيف، كما كان بوسعه الاستفادة من قدرته هذه بشكل يتلائم مع أغراضه، ولم يعش 36 عاما دون أن يعرف العديد من النساء، لكنه وجدهن جميعا من نفس الطينة وعلى نفس النمط. ومرر يده فوق شعره القصير ثم ارتقى السلم الموصل إلى مدخل الطائرة مبتسما ابتسامته الدافئة الجذابة، فأخجل مضيفته الشابة وقادته إلى مقعده حيث ألقى حقيبة أوراقه بجانبه، ثم مدد رجليه بارتياح. ولما أضحى في طريق عودته فعلا انتقل بأفكاره إلى لندن وإلى مشاريعه الملحة، فهناك على سبيل المثال المسرحية الجديدة والتي قد تحتاج بعض فصولها إلى إعادة كتابة. كان جو الطائرة الحار سيبرد بعد إقلاعها، فمد باتريك يدا كسولة لفك زر قميصه الأعلى والمغطى بربطة عنقه المعقودة بدقة بالغة. وهكذا لم تعد الرحلة تتطلب منه مزيدا من الجهد، بل بات بإمكانه أن يغرق في مقعده ويتمتع بالتحليق. وتحول بأفكاره إلى المرأة التي شغلت معظم اهتمامه أثناء عطلته، إنها تنتظره في لندن، وتساءل عما إذا كان الوقت قد حان ليفكر جديا بمسألة الاستقرار العائلي. فحياة العزوبة جميلة، إلا أن فكرة الاستقرار في أسرة ينشئها راقت له. وقد أعربت أمه التي تريده أن يتزوج وينجب الأطفال عن الرأي نفسه عندما تناقشا في أمور حياته، فهي تريده أن يعتبر بشقيقته المتزوجة منذ ما يزيد على 18 عاما وبأولادها 6. صحيح أن جيني تكبره بعشرات سنوات، لكن يجدر به أن ينحني بأفكاره هذا المنحنى على ما يظن. وألقى نظرة خاطفة على مباني المطار عبر نافذة الطائرة وقد أوشكت على الإقلاع، وصره عدم إصرار والدته على اصطحابه إلى المطار لوداعه، فهو يكره الوداع الطويل لا سيما في الأماكن العامة. واسترعى انتباهه شاب وفتاة واقفان عند البوابة الموصلة إلى طائرته، وبدا الشاب مغتاظا كما خيل إلى باتريك أن الشاب أخفق في محاولته معانقة الفتاة. ولما حقق هدفه أخيرا أفلتت الفتاة منه واندفعت على المدرج صوب الطائرة. والواضح أن الشاب كان يشيع الفتاة إلى المطار، حيث انقلب وداعهما عاطفيا ولم يعد بوسعهما السيطرة على مشاعرهما. وجد باتريك في المشهد بعض السلوى، فالفتاة إنجليزية على ما يبدو، إلا أن المرأة لا يستطيع الحكم على هذه المظاهر في أيامنا الحاضرة، فربما نشأت الفتاة أثناء إجازة ونمت بسرعة تحت أشعة الشمس الحارة، أو ربما كانت إيطالية تغادر موطنها للمرة الأولى لسبب أو لآخر. واعتبر باتريك بسخريته المألوفة مشاعرهما حارة للغاية، منذ متى كان الشباب يسخر بهذه المشاعر الفياضة؟ فهو شخصيا لا يذكر أن مثل هذا التفجر قد انتابه مرة، ولعله كان محظوظا أو أحد الأشخاص الذين لا تستحوذ الأحاسيس على مجمل مشاعرهم. وفي أي حال لم تخدعه أي امرأة. أشعل سيجارة
وقد اختبط لأنه تجاوز المرحلة التي تخدعه فيها الأزهار المبطنة بالأشواك. فإذا هو أراد الزواج، والإذا مشروطة إلى حد بعيد، فإنه سيتزوج لضرورات معيشية لا لدوافع عاطفية. ومشت الصبية بعد دقائق معدودة في الممر الممتد بين المقاعد بصحبة المضيفة والتي أجلستها على مقعد بجوار باتريك، وتطلع إليها الأخير باهتمام ليكتشف أنها تبدو عن قرب جذابة للغاية، وأعجبه انسدال شعرها فوق كتفيها. ولم تنتبه سامانثا بادئ الأمر إلى تفحصه لها بسبب انهماكها في مشاعرها المتضاربة، ولاحظ أهدابها السوداء الطويلة المجعدة وبشرتها القجدية المسمرة عند طرف أنفها. ولم يحاكي ثوبها آخر الصيحات، أما حذاؤها فكان بلا كعبين ولا يثير الإعجاب، لكنه رأى أنها ستلفت الأنظار إن هي ارتدت الملابس الملائمة. وفجأة فطنت سامانثا إلى وجوده بقربها فرمقته بنظرة خاطفة، والتقت عينا باتريك بعينيها لحظة فلم تزعجه تعابير وجهها الشديدة الحمرة، ولفت حقيبة يدها حول أصابعها. ودبت الحياة في محركات الطائرة بعد دقائق، وكتبت أمام الركاب ملاحظة ضوئية تذكرهم بضرورة الإقلاع عن التدخين مؤقتا وشد أحزمة الأمان حولهم. وربط باتريك حزامه بسهولة توحي بطول مراسه، أما الفتاة فتعاملت مع حزامها بارتباك، ولم يتمالك باتريك نفسه من سحب الحزام من بين أصابعها المتراخية وشده حولها بإحكام، فهمست مبتسمة وقد برزت أسنانها البيضاء. اكتفى باتريك بمبادلتها الابتسام فيما أطفأ سيجارته، وشرعت الطائرة تتحرك ببطء وثبات إلى أن أسرعت في سيرها فوق المدرج، وتمسكت بذراع مقعدها بينما وجد باتريك نفسه يراقبها ثانية، فاتضح له خوفها الأمر الذي ملأه إشفاقا عليها، علما بأنه لا يهتم عادة بالمسافرين المضطربين. ثم خاطبها بارتياح: استرخي، لقد بدأنا نسبح في الجو، هل هذه أول مرة تركبين فيها الطائرة؟ أطرقت ثم أجابته: أجل على ما أذكر، لكن يبدو أنني جبانة. هز باتريك كتفيه العارضتين: أعتقد أن جميع الناس يجبنون أحيانا، وعملية إقلاع الطائرات مخيفة للذين لم يألفوها. ثم التفت إلى الأعلى وقال: ها إننا انتهينا، بإمكانك الآن حل حزام الأمان. الحمد لله. وألخت الحزام ثم استرخت في مقعدها، وحل باتريك حزامه فيما قدم لسامانثا علبة السجائر الرقيقة المصنوعة من البلاتين والتي حفرت عليها حروف اسمه الأولى. هل تدخنين؟ أخرجت سيجارة قائلة: أشكرك. ثم انحنت إلى الأمام لتشعل طرف سيجارتها بواسطة ولاعته، وتراجعت إلى الوراء بعد ذلك لتتأمله عن كثب. وأشعل باتريك سيجارة لنفسه، وأخذ يتساءل بشيء من المرح عن سبب انشغاله بهذه الفتاة إلى حد ما، فهو نادرا ما يحدث المسافرين معه في الطائرة خوفا من أن تتحول أحاديثهم إلى مجادلات عقيمة. وإلى ذلك فللناس عامة مقاصد خفية من التحدث إلى رجل شهير مثله، وقد ازداد حذره من الملاحظات الهامشية التي توجه إليه. وغالبا ما كان يقرأ أو يدرس بعض جوانب من عمله أثناء طيرانه، غير أن الفتاة لم تكن من هذا الصنف من الناس، إذ لا يبدو أنها عرفته أو ارتبطت بعالم المسرح والفنانين، وقد أكدت ملابسها القديمة الطراز هذا الرأي. وأخذ مجة من سيجارته ثم تفحصها بعينين ضيقتين وسألها: ما اسمك؟ فردت على الفور: سامانثا، سامانثا كينغيزلي، وما اسمك أنت؟ تردد باتريك خشية أن يفضح أمره، فإن كانت الفتاة لم تعرفه بعد فإن اسمه سيدلها عليه، لكنه قال مرغما: باتريك مالوري. لا ريب أنه صدم، إذ كان يتوقع ردة فعل معينة من الفتاة، فمن الواضح أن اسمه لم يعني لها شيئا.
وهنا تنهد ممتنا لأنه إن كان لا يزور هويته فهو يرتاح إلى لقاء شخص لا يعلم عنه شيئا. ثم عاد يسأل الفتاة: هل تقصدين لندن؟ أجل، ولكن كنقطة انطلاق إلى مقاطعة ولتشاير، هل تبعد هذه المنطقة كثيرا عن لندن؟ خفض باتريك رأسه وقد برز المرح على ملامحه. نوعا ما، لقد حسبتك إنجليزية، ومع ذلك فأنت لا تعرفين الكثير عن إنجلترا، ألا توافقين؟ إنني إنجليزية، وقد ولدت هناك على الأقل، لكنني عشت في إيطاليا منذ كنت في الرابعة من عمري. تجهم محيى باتريك: فهمت، إنك لم تزوري إنجلترا منذ ذلك الوقت. كلا، أبدا، فوالدي لم يرغب في ذلك. وصمتت سامانثا برهة، فأحس باتريك أنها تضمر أكثر مما تقول، فغلبه الفضول ولم يمنع نفسه من السؤال: أليس والدك مسافرا معك؟ كلا، فوالدي متوفي، لقد قتل قبل شهر من اليوم. إنني آسف. وتأمل سجارته لحظة، يبدو أن اسم كينغزلي يعني له شيئا. وبعد أن أخبرته أن والدها قد قتل تذكر أين سمع هذا الاسم فسأل ببطء: جون كينغزلي، هو والدك أليس كذلك؟ طرفت عينا سامانثا وهي تجيب: أجل، لماذا؟ هل كنت تعرفه؟ ليس بالضبط، لقد التقيته في معرضه في ميلانو وكان معرضا رائعا، وعليه لا ريب أن لقاءنا تم قبل. فأطلقت سامانثا تنهيدة: صحيح، إنني لا أزال أشعر ببعض الضياع. وهل أعجبتك المنحوتات؟ سحب باتريك سجارته ورد: كثيرا، لقد كانت رائعة، وهكذا فقد يتمت الآن. ترددت سامانثا: ليس بالضبط. وتوقفت بارتباك، أما باتريك فوجه إليها نظرة متفحصة، واتضح لديه أنها لا ترغب في التحدث عن مستقبلها القريب، فغير الموضوع وانتقل بالحديث إلى شؤون عامة مثل الكتب والفن والموسيقى، ولم يزعجه حديثها الخجل نوعا ما، بل إنه فرح بالعثور على فتاة لم تسقلها الحياة والتجارب كما يبدو. وفجأة سألته: أخبرني ماذا تعمل؟ أشعل باتريك سيجارة أخرى وفكر أنه يدخن كثيرا اليوم، ومكنته فترة الصمت القصيرة من التفكير قبل أن يجيب باقتضاب: إنني أعمل كاتبا. وماذا تكتب؟ هز باتريك كتفيه ولم يرغب في التورط بحديث يتعلق بعمله، ولشد ما ارتاح إذ دنت منهما المضيفة لتسألهما عما إذا كانا رغبا ببعض الشراب. فوجئت سامانثا بالترتيبات الجديدة عليها، وكان وقت الغداء قد حان، فتمنت على المضيفة قائلة: أرجو أن تحضري لي بعضا من عصير البندورة. غير أن المضيفة لم تكترث إلا لباتريك مالوري، والذي عرفت هويته جيدا وأدركت مدى تأثيره في دنيا المسرح، وإلى ذلك فإن مزاياه الجسدية كانت بحد ذاتها عاملا يجذب إليه أي امرأة. وأكرهت المضيفة على الابتعاد عنهما بعد أن أسمعها طلبه. وهنا سألته سامانثا وهي تلتفت إليه بتمعن وقد عضت شفتها: لماذا تصرفت المضيفة بهذه الطريقة الغريبة؟ ابتسم باتريك قليلا فيما أجاب بتندر: بطريقة غريبة. فخجلت سامانثا: أجل، ولا ريب أنك تفهم قصدي، فهي حسنا. فتأملها باتريك عبر سحابة من دخان سيجارته: عندما تزداد خبرتك في الحياة فإنك لن تطرحي مثل هذه الأسئلة على أحد. هزت سامانثا كتفيها: لن أفعل. قدم الغداء بعد قليل، وكان وجبة شهية مع أنه طهي قبل إقلاع الطائرة. وألقت سامانثا نظرة على عالم السحاب القطني الممتد تحت الطائرة، وتعجبت لاستفزاز الناس الطيران، فلم يكن هناك شيء على الإطلاق يمكن رؤيته، ولم يختلف السفر في الطائرة عن ركوب السيارة في موطنها أو بلدتها. عليها أن تتخلى عن التفكير بأن إيطاليا هي موطنها وأن بيروزيو هي قريتها، فسيصبح موطنها عما قريب في مسكن دافين في منطقة ولتشاير الإنجليزية، ولا مجال للرجوع عن هذا القرار.
فإن هي عادت إلى إيطاليا فسترجع لتتزوج بينيتو، إلا أنها اكتشفت أنه كلما زادت المسافة بينهما كلما تضاءلت الروابط التي تجمعهما، وانتهزت فرصة فراغها من غدائها لزيارة دورة المياه المخصصة للسيدات، فغسلت يديها وسرحت شعرها ولمحت الخوف في العينين اللتين انعكستا أمامها على صفحة المرآة، فوبخت نفسها. لماذا تخاف؟ فهي لا يمكن أن تخجل من أي شيء فعلته، بل الحقيقة أن المرأة التي ستلتقيها هي التي يجب أن تخجل. وشدت كتفيها فيما قفلت راجعة إلى مقعدها لتجد باتريك مالوري منهمكا في قراءة بعض الأوراق والتي أخرجها من حقيبته، ولم يتكرم عليها بنظرة واحدة بينما جلست بجانبه ثانية. وعادت أفكار سامانثا إلى مشكلة الساعات القليلة القادمة، وشعرت أن اضطرابها يتزايد شيئا فشيئا، وأن فرحها سيتم عندما تغيب الشمس اليوم. وانتقل بصرها مجددا إلى رفيقها وكأنها مشدودة إليه، وإلى ملامحه الجذابة وتحرره وسلوكه اللبق ودقة عمله، وتوقعت أن يكون قد عرف العالم على حقيقته وأدرك جوهر الحياة ومعناها وبدا لها شابا. فكرت أنه يناهز 30 من عمره، وتساءلت عما إذا كان إنجليزيا، وذلك لأن اسمه أكد أنه إنجليزي، في حين برزت ملامح أجنبية على بشرته السمراء وعينيه الفاتحتين، عينان كعيني الهر، بل إن سامانثا رأت فيهما شبها بعيني النمر والذي شاهدته في سيرك جوال. وفكرت فيما إذا كان خطرا مثله، إن من السهل التحدث إليه، ولذلك يمكنها أن تفهم افتخار أي امرأة وانشراحها بما يعيرها من الاهتمام. وقد عامل سامانثا وكأنها طالبة ثانوية أكبر سنا من رفقائها، الأمر الذي جعلها تتساءل عما إذا كانت تتصرف بهذه الطريقة. فمن المزعج أن يشعرك مثل هذا الرجل أنك غير لبق في حين كنت تعتبر نفسك شخصا بالغا وناضجا. وليس من السهل مقارنة أي من رجال القرية بباتريك مالوري، وهو إلى كل ذلك كاتب. وحاولت أن تستفسر عما يكتبه، لكنه لم يشأ التحدث عن الأمر. أما المضيفة فمن الواضح أنها تعرفه، كما أنه شخصيا توقع أن تتعرف سامانثا عليه من خلال اسمه. وانصرفت عن هذه الخواطر للتفكير ببينيتو والذي أصر على مرافقتها إلى المطار وتوديعها هناك. لقد تصرف بالطريقة التي كانت تتوقعها، فبعد أن رضي وسلم مبدئيا بالواقع ارتسم العبوس والاستياء على محياه ثانية. واعتقدت سامانثا أن أهله هم الذين يتحملون الملامة، إذ لم يتقبلوا فكرة سفرها إلى إنجلترا، حتى أن والدته كشفت عن قلة ذوقها وإحساسها وصاحت في وجه سامانثا: إن بينيتو يحتاج زوجة، لا امرأة تتقاذفها الأهواء كما تتقاذف الرياح القصبة، فتندفع كالسهم إلى إنجلترا لمجرد توهمها أن لها هناك أقارب لم ترهم منذ 17 سنة. لذا لا تلومي بينيتو إذا تزوج بأخرى أثناء غيابك، فكثيرة من فتيات القرية على أتم الاستعداد لانتهاز الفرصة. وسمعت سامانثا كلاما كثيرا من هذا القبيل، فغادرت القرية وهي تعرف أنها لن تزورها ثانية على الأرجح. وهذه الحقيقة، هذه الحقيقة مسؤولة بشكل رئيسي عن الخوف الذي انتابها، فهي قطعت كل صلاتها بالماضي. وهناك عروسان شابان من بلدة رافنا يشغلان الفيلا الآن، أما ماتيلد فقد انتقلت إلى رافنا لتعيش مع شقيقتها. وسامانثا تشعر في هذه الأثناء انتقالها السريع من مرحلة إلى مرحلة، خصوصا وأنها لم تبقي على صلة بمستقبلها في إيطاليا، ومن يدري. وقطع باتريك عليها أفكارها إذ قدم لها سيجارة أخرى: أرى أنك غرقت في تفكير عميق. ابتسمت سامانثا ابتسامة ملؤها الحنين كما ظن باتريك. أجل، ولكن هل انتهيت من عملك؟ هز باتريك كتفيه وأجابها بصورة ملتبسة: لا أخالني سأنتهي منه أبدا. تنهدت سامانثا بعد أن استوعبت كلامه وسألته: كم سيمضي من الوقت قبل أن نحط في لندن؟ تطلع باتريك إلى ساعته: ربع ساعة تقريبا، هل سيستقبلك أحد في المطار؟ أجل، ستكون جدتي في استقبالي.
حسناً، وهل ستتوجهين فوراً إلى ولتشاير؟ أمالت سامانثا رأسها بحركة سريعة. لست أدري، فجدتي مقيمة حالياً في فندق سافوي، ولست أعرف بالضبط ماذا تنوي أن تفعل. صحيح. ترك قولها انطباعاً حسناً في نفس باتريك، والذي لم يتصور أن هذه الشابة رثة الملابس من الناس الذين يقيمون في فندق سافوي، لكن المظاهر تخدع المرأة أحياناً. آمل أن تعجبك لندن، وهل تحبها أنت؟ رفع باتريك حاجبيه متكاسلاً. إنها مكان صالح للعمل، إلا أنني أفضل مكاناً أكثر هدوءاً عندما يسمح لي وقتي بذلك. فعبست سامانثا، إنني آمل أن أحبها، وهل هذا مهم حقاً؟ فشبكت سامانثا أصابعها بخوف، وازدادت حيرة باتريك، إلا أنه تغلب على فضوله، فهو يهتم بالناس بصفته كاتباً. وقد وجد في سامانثا موضوعاً مغرياً أوحى له بالكثير، ورأى أنه من المحزن أن تغير الحياة التي تأمل سامانثا أن تستمتع بها. قبول هذه الفتاة الطبيعي للعالم وإقبالها عليه. حطت الطائرة عند الواحدة والنصف بتوقيت لندن، ورفعت سامانثا معطف البوبلين الرقيق والذي ألقته بجانبها، ثم قصدت باب الطائرة مرتجفة، ولحق باتريك وقد سره التعبير الذي على وجهها عندما نفحها الهواء الرطب المندفع من خارج الطائرة. وكان يوما خريفيا باردا، فشدت سامانثا معطفها حولها وهي ترتعش، وابتسم باتريك لها، فأحست أنها صغيرة أمامه. هو الذي يبلغ طوله 180 سنتيمترا، ويتمتع بكتفين عريضتين وجسم يضيق تدريجيا حتى الوركين، ثم خاطبها متندرا: الطقس دافئ نسبيا اليوم، ولكن انتظري حتى تختبري الشتاء الإنجليزي. رفعت نظرها إليه، فرأت فيه آخر حلقة تصلها بالأشياء المألوفة في عالمها، وهمست بعذوبة. كان والدي يقول دائما أن مناخ إنجلترا شديد البرودة. وتنبه باتريك إلى شيء يختلج داخله دون أن يستطيع تحديده، إلا أنه شعر على حين غفلة أنه أصبح مسؤولا عن الفتاة. فمع أنها ليست صغيرة ولا تلتصق بالآخرين طلبا لحمايتهم، غير أنها تحلت بروح رقيقة ولطيفة، خشي أن تضيعها بسرعة في ضوضاء هذه المدينة المزدحمة. ثم هبطا السلم معا، واجتازا المسافة التي تفصلهما عن مباني المطار حيث فرقتهما المعاملات الرسمية. وانشغلت سامانثا بالإجراءات الغريبة عليها، بحيث لم تفطن أنها لم تعد ترى باتريك مالوري. وأخذ قلبها ينبض بعنف فور تنبهها للأمر، إذ روعها ما حدث، وتلفتت حولها بحثا عن باتريك بينما لمست يد كتفها، فاستدارت لتجده واقفا وراءها. مررت لسانها على شفتيها فيما تناهدت بارتياح: حسبتك ذهبت. فحانت من باتريك التفاتة جدية نحوها. هو ضغطت سامانثا أسنانها على شفتها السفلى، وقد تبينت الحماقة في لهفتها، وعلقت مرتبكة: لا شيء. وضغط على ذراعها بينما طلب إليها بلطف: هيا نخرج. وانتقل باتريك بسامانثا عبر قاعة الاستقبال إلى البهو العام، حيث وقف رجل ارتدى بزة خاصة بسائق السيارات يراقبهما بطريقة غريبة. فسأل باتريك الفتاة: هل تظنين أن له علاقة بجدتك؟ هزت سامانثا رأسها: لست أدري، هل أتوجه إليه بالسؤال؟ كلا، انظري إلى شعره الأبيض، سأسأله بنفسي. وعاد باتريك بعد بضع دقائق بصحبة السائق ليخبر رفيقته: إن سيارتك تنتظرك، هل كل شيء على ما يرام؟ وتطلعت سامانثا إليه: أجل، أشكرك شكرا جزيلا. وأجابها مبتسما: لا حاجة للشكر، لا تضطربي لأنك ستكونين بخير. وتصنعت سامانثا ابتسامة خفيفة قبل أن تستدير وتلحق بالسائق عبر البهو الواسع، ثم خرجا إلى الشارع الممتد بمحاذاته، حيث وقفت سيارة رولز رويز ضخمة بانتظار سامانثا. فساعدها بارنز، ساعدها الأيمن، على حد ما قاله عندما عرفها بنفسه، على دخول السيارة والجلوس في المقعد الخلفي.
ومضى السائق ليضع حقيبتها في صندوق السيارة بينما جلست سامانثا وهي تشعر بشيء من العزلة، وكم تمنت لو طلبت إليه أن تجلس في مقدمة السيارة، إلا أنها عزفت عن رغبتها لما ظهر لها من انضباط بارنز، وأصيبت بخيبة أمل لعدم استقبال جدتها لها، فقد كانت بحاجة إلى الإحساس بأنها شخص مرغوب فيه. أما الآن فما عليها إلا أن ترضى بمقعد منعزل في مؤخرة السيارة الضخمة وببارنز رفيقا. ووقفت أمام سيارة الرولز، سيارة جاكوار زرقاء تنتظر ركابها. وبينما ترقبت سامانثا انطلاق سيارتها، لمحت باتريك مالوري يخرج من القاعة وبجانبه سيدة شقراء نحيلة وقصيرة القامة. كانت المرأة ترتدي معطفا رائعا من جلد النمر، وكانت أجمل امرأة وقع عليها نظرها، فشعرها قصير جعد وقدها صغير متناسق الأجزاء. انفطر قلبها ألما وتمنت لو أن بارنز أقلع بعد دخولها مباشرة. ومع أنها توقعت مثل هذا الأمر، إلا أنها أحست بألم مميت وقد رأته يحدث أمام ناظريها فعلا. فمن الطبيعي أن تنتظر حدوث ذلك، لأن باتريك رجل اجتماعي خبير العالم، ولا بد أن تكون حياته ملأى بالنساء. عندئذ ارتقى بارنز مقعد السائق وشغل السيارة، واتكأت سامانثا على مسند المقعد الخلفي المغطى بالجلد الفاخر وهي تتنهد، ولم ترغب أن يراها باتريك مالوري الذي ربما نسي كل ما يتعلق بها الآن. وخفض بارنز الحاجز الزجاجي ليسألها: هل كانت رحلتك ممتعة يا آنستي؟ أنهضت سامانثا نفسها لتجيب: أجل شكرا. وركز بارنز على قيادة السيارة من جديد، أما سامانثا فلم تجد ما تحدثه به، ولعله اعتبرها حمقاء، لكنها كانت اليوم قد أنهكت عقليا وجسديا، تحتاج بعض الوقت كي تجمع أفكارها. وانطلقت السيارة بهما مسرعة فيما خيم عليهما الصمت، وانطبعت في ذهن سامانثا صورة مشوشة لسماء رمادية ملبدة بالغيوم، ومباني شاهقة مكسوة بالرخام في بعض الأماكن. وخيل إليها أن مئات السيارات تطوي الأرض في الاتجاه الذي يسيران به، ونجحت في إدراك عنصر السرعة. عاشت صخبا وازدحاما واندفاعا لم تختبره من قبل، ومع أنها كانت في إنجلترا فإنها لم تشعر بالغربة، لأن إنجلترا قبل كل شيء هي موطنها، وهي إنجليزية بالرغم من أنها تتكلم الإيطالية وتتصرف كالإيطاليين. ولما دخلت السيارة إلى باحة فندق سافوي تجسدت مخاوفها الكامنة، وبالكاد أجبرت نفسها على الترجل من السيارة بعد أن فتح لها الباب. وتبعها السائق إلى داخل الفندق حيث تكلم إلى موظف الاستعلامات: هل تفضلت وساعدت الآنسة كينغزلي على الوصول إلى جناح الليدي دانفيبورت؟ وابتسم برقة فطرفت عينا سامانثا: الليدي دانفيبورت، إن جدتها هي الليدي دانفيبورت. واضطربت معدتها لأن هذا كان مخيفا أكثر مما توقعت. وحمل أحد خدم الفندق حقيبتها وترجاها أن تلحق به إلى المصعد، وتابع الحاضرون تقدم سامانثا بعيون متفحصة ومستغربة جعلت الفتاة تنزعج من تنبهها إلى العيوب والنقائص في معطفها وحذائها الخالي من الكعب. وتوقف المصعد عند الطابق الثاني، واقتيدت الفتاة عبر الممر إلى جناح جدتها، ووقف الصبي بجانبها ينتظر إلى أن فتحت الخادمة الباب، فترك سامانثا في عهدتها. وخالج سامانثا شعور بأنها أشبه بحزمة تتناقلها الأيدي، وتيقنت أن جدتها تبعث الرعب في من حولها، على أنها تصورت أنها بلغت هدفها عندما تناولت الخادمة معطفها بلطف لتضعه في الداخل. تفضلي بالجلوس، ستوافيك الليدي دانفيبورت حالا. أشكرك. امتثلت سامانثا لتعليمات الخادمة وجلست على أريكة واطئة، وغادرت الخادمة الحجرة لتعلم جدة الفتاة بأن حفيدتها قد وصلت. ونظرت سامانثا حولها بشغف لترى ردهة واسعة زينت تزيينا أنيقا بسجادة سميكة لأمت كل الفجوات القائمة في الجدار والمخصصة لوضع الأرائك والكتب. وكان أثاث الغرفة فخما وغالي الثمن، وتميز جوها بدفء مريح بالمقارنة مع الهواء البارد خارج الفندق.
وفتح أحد الأبواب بعد لحظات، ووقفت سامانثا مرتجفة إذ لمحت سيدة عجوزا تدخل الغرفة وقد استندت بثقل على عكازها. كانت ضعيفة صغيرة الجسم بارزة القسمات، غزا الشيب شعرها وارتدت ملابس عصرية حريرية بلون الزهر، وتألقت عيناها الشديدتا الزرقة قليلا. انتصبت سامانثا أمامها وهي تتساءل ماذا يجب أن تفعل أو أن تقول، وابتسمت الليدي دانفيبورت لها فبان اللطف والدفء على وجهها، وتخلصت سامانثا من بعض خوفها عندما سمعتها تقول برقة: سامانثا يا عزيزتي هل أنت هنا؟ ردت سامانثا ببطء: جدتي إن هذه اللفظة غريبة على مسامعي، فأنا لم أعرف أن لي أقارب أبدا. وانحنت سامانثا لتطبع قبلة على وجنة جدتها، وزال التوتر الذي انتابها. طوقت السيدة العجوز بذراعيها فيما أحست أن عينيها غروقتا بالدموع، وعلقت الليدي دانفينبورت وقد برق الدمع في عينيها هي أيضا: هذا أفضل، أنا نجلس يا عزيزتي، فرجلاي لم تعودا كما كانتا. وجلستا جنبا إلى جنب على الأريكة، وأخذت السيدة دانفينبورت تتأمل حفيدتها ثم قالت أخيرا: إنك تشبهين جون أكثر مما تشبهين باربرا. آه يا سامانثا، لا تعلمين كم اشتهيت رؤيتك. ولكن لماذا؟ توقفت سامانثا فيما أجابت جدتها بلطف: سأخبرك بعد قليل يا عزيزتي، لكن دعينا نتناول الشاي أولا ثم نبدأ بالحديث. وأحضرت الخادمة عربة الشاي، فأسكتت قلقعات فناجين الخزف الصيني والملاعق الفضية السيدتين، فيما بدا أنهما تتأملان بعضهما إذ لم يكن بإمكانهما تعويض ما فاتهما من الزمن. ولما فرغتا من تناول الشاي، قدمت السيدة دافينبورت لسامانثا سيجارة أخرجتها من علبة صنعت من العقيق اليماني. واتكأت السيدة دافينبورت على المسند المغطى بالدمسق الحريري بعد أن أشعلت السيجارة لحفيدتها، ثم سألتها: هل تشعرين بالانتعاش الآن؟ ردت سامانثا مبتسمة: أجل، شكرا لك، إنني أعتذر لعدم استقبالي لك في المطار بسبب بعض الاضطرابات في جسمي الهرم وإصرار طبيبي على أخذ قسط من الراحة كل يوم بعد الغداء. هل عثر بارنز عليك بسرعة؟ ابتسمت سامانثا وهي تتذكر باتريك مالوري، ثم أجابت بهدوء: أجل، خيرا فعل. وعادت الليدي دافينبورت على شفتها، واتضح لسامانثا أن جدتها وجدت صعوبة في استهلال الحديث معها. وأخيرا اقتنعت الفتاة أن جدتها ليست غولا بل هي سيدة لطيفة، ولكن أين أمها؟ وهنا خاطبتها الليدي دافينبورت متمهلة: أحسبني سأباشر حديثي بإطلاعك على أخبار ابنتي. تقصدين أمي؟ تنهدت الليدي دافينبورت: أجل، أمك باربرا، إنها ابنتي الوحيدة وقد ولدت بعد أن كنا أنا وهارولد على اقتناع تام بأننا لن نرزق أطفالا. وإن ذكرت هذه الحقيقة أمامك فلأوضح لك سبب فساد باربرا وسوء أخلاقها، ولعلنا أنا وهارولد نتحمل المسؤولية. فقد نمت باربرا وكبرت وهي تتصور أن لها الحق في امتلاك كل شيء تراه، ولما التقت والدك أرادت أن تمتلكه أيضا وهي لم تتجاوز 18 عندئذ، واقترنا بعد شهرين من لقائهما، وذلك بعد الحرب مباشرة كما تعلمين، إذ عملت باربرا وهي نجمة صاعدة آنذاك في فرقة مسرحية لندنية ترفه عن الجنود، وقد شاركت في جولات الفرقة الترفيهية. أما والدك فكان ملتحقا بالبحرية وقد بدا وسيما في بزته الرسمية، وأذكر أن كثيرا من الشبان تزوجوا في ذلك الوقت. ولم يخامر باربرا الشك في حبها لجون، وعاد والدك إلى البحرية طبعا، فلم يتسنى لهما أن يلتقيا كثيرا لمدة طويلة، وكنت قد بلغت السنة من العمر عندئذ. ثم صمتت الليدي دافينبورت لتحرك خاتما في إصبعها قائلة، وتملك السخط باربرا عندما اكتشفت أنها حامل، فاضطرت إلى التخلي عن عملها والالتحاق بعملها في ولتشاير، وبعد أن وضعت لم تعد تطيق الانتظار فعادت إلى لندن مجددا. وتجهم محيى السيدة العجوز،
أسفة يا عزيزتي أن أقول لك أنك شكلت عائقا. وأحست سامانثا أن الدموع تملأ عينيها إلا أنها كبتتها وقالت وقد تمنت معرفة المزيد، كما راودها الخوف على المصير المحتوم في آن واحد. أرجوك تابعي حديثك. عندما صرح جون وجد أنك تقيمين معي في مسكن دافن حيث تتولى مربية الاهتمام بك ورعاية شؤونك بسبب وجود باربرا في لندن، ولم يزعجني ذلك في الشيء لأنك كنت طفلة مرحة أرى العالم كله من خلالها. لكن جون للأسف لم يوافقني على رأيي، بل اعتبر أن تربيتك هي من مهمات باربرا، وهذا اعتبار بديهي خصوصا إذا علمنا أن جون عمل قبل الحرب أستاذا في إحدى مدارس لندن حيث طلع على الآثار السلبية لتربية الأولاد الذين انفصل ذووهم عن بعضهم. وعلى أي حال فإنه أبعدك عني واستأجر لنفسه شقة في لندن، وبدا لبعض الوقت أن باربرا حافظت على علاقتها بجون وهو الشاب البهي الطلعة البارع والقوي. واكتفت باربرا طوال تلك الفترة بأداء أدوار صغيرة فيما اعتنت بك وبجون بقية الوقت، وتيقنت أن كل شيء سيسير على ما يرام بعد عودة جون وظهور علائم السعادة على باربرا. ثم تنهدت. أسفة يا عزيزتي، لكن يجب أن أصارحك، لقد اتضح لجون أن زوجته أقامت علاقة سرية مع أحد منتجي الأفلام السينمائية رغم أنه كان متزوجا، وذلك لأنه وعدها بأدوار مختلفة في أفلامه. صدمت سامانثا وتملكها الخوف، هل هذه أمها التي أسرعت إلى لقائها؟ ورفض جون بعد ذلك أن يتحدث إلى باربرا، ومضى لبيع كل ما وصلت إليه يداه وسحب كل مدخراته من المصرف ثم اختفى. وقد اصطحبك معه وأنت لازلت في الرابعة من العمر، واتصل بنا محامياه بعد فترة من ميلانو ليخبرنا أنه يعيش في إيطاليا وأنه لا يرغب في أن نحصل على عنوانه، ولم يكن باستطاعتي أن أفعل إلا القليل دون مساعدة باربرا التي لا يظهر عليها الاهتمام. وبدأت والدتك تحصل على أدوار أطول وأفضل، ومع مرور السنوات أصبحت نجمة معروفة، وهي الآن تختار دورها لأنها ممثلة بارعة بغض النظر عن كل ذنوبها وعيوبها. وصاحت سامانثا، لا يمكنني أن أصدق ذلك، كيف يمكنها أن تفعل كل هذه الأمور؟ إن باربرا امرأة فردية نزعة مستقلة بتفكيرها جموحة، صممت على بلوغ أقصى مراتب النجاح وقد تم لها ما أرادت، وإلى ذلك فإنها تحب الرجال إلى أقصى الحدود، وهناك كثير من الرجال الذين يحيطون بها، وهي تشبه الأطفال في أمور كثيرة، كما أنها لا تريد أن تكبر وتصر على البقاء طفلة إلى الأبد. ولكن لا شك أنها متقدمة في السن بعض الشيء، فأنا في 22 من عمري. أجل، فهي ستبلغ 40 عندما تحتفل بعيد ميلادها القادم، لكنني أتحدى أي شخص بأن يعرف عمرها الصحيح. فهتفت سامانثا مستغربة، ألا تزالين مقيمة على حبها؟ أجل، إنني أحبها، فهي ستظل ابنتي الوحيدة على الدوام، وقد توفي زوجي عندما كانت في 7 من عمرها، والحقيقة أنني ألوم نفسي كلما فكرت بالأخطاء التي ارتكبتها في حياتها، وذلك لأنني تساهلت معها كثيرا ولم أحرمها شيئا. حركت سامانثا رأسها، وهل تم طلاقهما؟ أجل، لقد واجه محامي جون المحاكمة بدلائل كثيرة أخرستني وشلت دفاعاتي، وانتهى كل شيء بينهما قبل أن تصبح معروفة، ولا يدري أحد اليوم أي شيء عن قصتها هذه. وسكتت سامانثا لحظة ثم قالت، الأرجح أنني لم أسمع بها أبدا، فما هو اسمها المسرحي؟ باربرا دامبينبورت أم باربرا كينغيزلي؟ لا هذا ولا ذاك، اسمها الكامل هو باربرا هارييت دامبينبورت، أما اسمها المسرحي أو الفني فهو باربرا هارييت. لازلت لا أعرف شيئا عنها. لا بأس عليك، فإنك عشت في عزلة أليس كذلك؟ وأراهن أن جون لم يكن ليخاطر ويسمح لك برؤيتها كثيرا. وتملكت الرعشة سامانثا بالرغم منها، إذ ملأتها سيرة أمها اشمئزازا وقرفا،
وأدركت أنه من الطبيعي أن تستطيع جدتها رؤية الأشياء بمنظار باربرا، أما هي فتعتبر تصرف والدتها مشينا ولا أخلاقيا. ويبدو أن باربرا لا تعير اهتماما لأحد. ثم سألت: وهكذا فإنها لم تتزوج مرة ثانية؟ هزت الليدي دافينبورت رأسها: كلا، فهي لم تشعر برغبة الارتباط برجل واحد كليا، إلا أنني أظنها بدأت تغير رأيها قليلا الآن، فهناك الآن رجل. حسنا، هذا خبر يحتمل الانتظار. وكفهر وجه الليدي دافينبورت ثم استقامت في جلستها لتمسك بإحدى يدي سامانثا قائلة: هناك أمر آخر يجب أن تعرفيه يا عزيزتي. اعترت الخشية سامانثا، فماذا بقي حتى تسمع؟ وسألت بحذر: ماذا هناك؟ إن باربرا ممثلة شهيرة جدا اليوم كما أخبرتك. أجل، ولذا يجب أن تظهر أمام جمهورها كممثلة شابة وامرأة جذابة. على العبوس قسمات سامانثا لأنها لم تفهم قصد جدتها من هذا الحديث. تابعي حديثك، هل رفضت الاعتراف بأنني ابنتها؟ ابتسمت السيدة العجوز متعبة وتنهدت: إن حذرك واضطرابك المفاجئين يحزنانني، وإنني أؤكد لك أن باربرا تريد الاعتراف بك ابنة لها. بلعت سامانثا ريقها واستطردت: إذن ما المشكلة؟ إنك في 21 من عمرك يا عزيزتي، وهذه هي المشكلة. سيكتشف الجميع إن هي أطلعتهم على عمرك الحقيقي لأنها أكبر بكثير مما ادعت. يا إلهي، حاولي أن تفهميني يا سامانثا العزيزة، لم يتصور أحد أن عمرها يزيد على 32. إذن ما هو اقتراحك؟ أو بالأحرى اقتراح باربرا؟ إنها ترجو أن توافقي على الادعاء بأنك ما زلت في سن المراهقة. أنا مراهقة؟ أجل، فما رأيك لو قلنا أنك في 16 أو 17 من عمرك؟ اكفهرت ملامح سامانثا وظهر الغضب على سيماها: لن يحصل هذا أبدا، كيف يمكنك أن تطلبي مني هذا بعد أن أساءت إلي طوال هذه السنين؟ كلا، إنني أرفض. أطلقت الليدي دافينبورت تنهيدة متعبة ثم قالت بوهن: أخبرتها بأنك لن تقبلي. حسنا، ولماذا أقبل؟ فأنا لست مدينة لها بشيء، بأي شيء على الإطلاق. أشاطرك الرأي يا عزيزتي، إلا أنها وضعت هذه الشروط حتى تسمح لي بك هنا، وأنت لم تسمعي كل شيء بعد، فأنت ستقيمين معي في دافن، ولن تزوري المدينة إلا نادرا، ولا حاجة بك أن تكوني مراهقة إلا في هذه المناسبات، وبإمكانك أن تعيشي على حقيقتك في دافن. فالقرية هادئة ولا شيء يدفع أحدا لاكتشاف هويتك الحقيقية إذا لم تكن هذه مشيئتك. أمسكت يد سامانثا ثانية: هل أطلب منك الكثير لنفسي؟ أنا التي اقترحت حضورك لأنني طالما تمنيت أن أعرفك، فأنا سيدة عجوز أعيش بمفردي، وإنه من دواعي غبطتي أن ترافقيني يا سامانثا. وهل لك في إيطاليا عزيز يصعب عليك مفارقته؟ أشفلت سامانثا من كلماتها، إذ كان يخيل إليها أنها لم تترك شيئا مهما يدعوها إلى إيطاليا، ولم تتوقع حدوث مثل هذا الأمر. كانت على ثقة أن أهلها سيحبونها، وكان همها الوحيد خوفها من ألا تحبهم. والآن بعد أن عرفت الطرق السيئة والملتوية التي عاملتها بها أمها طوال هذه السنين، أدهشها هذا العرض المفاجئ. تأملت سامانثا جدتها بحنو، ورأت فيها سيدة محبة ورقيقة أيا تكن أخطاؤها وخطاياها. واقتنعت سامانثا أن حبها لجدتها سيتعاظم، فلدى كل منهما أشياء كثيرة تقولها للأخرى. كانت تشعر بصلة حميمة تربطهما، وتمنت لبرهة لو لم تكن لها أم تعقد الأمور، لأمكانها إذن أن تقيم مع جدتها سعيدة ومن دون مشاكل. وهنا طرحت عليها سؤالا: وماذا لو أصرت باربرا على رفضها؟ لماذا لا يمكنني أن أعيش معك في دافن وننسى مشاريع باربرا وخططها؟ لقد أوصى زوجي هارولد بمسكن دافن لباربرا، ولم يترك لي إلا ما أعيش به على نحو مريح، وأمك تملك معظم التركة، وبمقدورها أن تجعلني أحيا في شقاء مقيم إن أنا عصيت رغباتها،
وباربرا كما أسلفت وقلت امرأة أنانية فردية نزعة، وإذا غضبت فإنها ترتكب حماقات لا يتصورها العقل، ولا أجدني راغبة في أن أثيرها وأعاديها وأنا في هذه السن المتقدمة. خابت آمال سامانثا واكتنفتها رغبة بالدفاع عن جدتها. هذا الذي تقولينه إنه مروع. حسنا، لقد شرحت لك الوضع على حقيقته، ولكن إذا لم تريد الاعتراف ببنوتي وأنا في 21، فلماذا تريد أن تعترف بأنني ابنتها في أي حال؟ من المؤكد أن بوسعي أن أكون قريبة أو صديقة أو أي شيء من هذا القبيل. هزت الليدي دافينبورت كتفيها. هذه مشكلة باربرا لا مشكلتي، لكنني أعرف شيئا واحدا، وهو أن باربرا تريدك مراهقة، فهل توافقين أم لا؟ انتصبت سامانثا واقفة وقد أقرفها الوضع. فالمشكلة في الحقيقة بسيطة للغاية، إما أن ترضى بمشاريع باربرا وإما أن تحزم أمتعتها إذا جاز التعبير وترجع إلى حيث أتت. وأدركت أنه لو كانت معرفتها بإنجلترا أوسع لما اختارت إلا الحل الثاني، إلا أن إيطاليا كانت أكثر ترحيبا بها في حالتها الحاضرة. وتبقى هناك مشكلة عملها، فهي مقتنعة أكثر من ذي قبل أن زواجها ببينيتو ليس هو الحل المنشود. صحيح أنها أعجبت بمزاياه، لكن ربما يعود ذلك إلى نشأتهما معا وإلى اتصالهما المباشر. ولا يمكن أن تنسى عقدة جدتها، إذ مهما حاولت التخلص من الشعور بأن جدتها تحتاج إليها فلن تنجح. الليدي دافينبورت امرأة طاعنة في السن، أليس من الأفضل لها أن توافق على مشاريع باربرا؟ وعندما لا يعود بالإمكان إيذاء الليدي دافينبورت تنفجر في وجهها وتعاملها بما تستحق. هل يحق لها أن تترك قريبتيها الوحيدتين الآن مع أنهما عاملتاها بقسوة بالغة في الماضي؟ إنهما بحاجة إليها الآن، ولو أنهما عبرتا عن حاجتهما تلك بصورة مخادعة، وهي لا تذكر أن أحدا أعرب عن حاجته إليها منذ توفي والدها. واستدارت نحو جدتها التي جلست تراقبها وهي تأمل خيرا، ثم خاطبتها السيدة العجوز بهدوء: إنك لازلت شابة، ألا يمكنك تكريس بضعة أشهر أو بضع سنوات على الأكثر من أجلي؟ وأخيرا علقت سامانثا: أشعر أنني وسيلة للمتاجرة والدعاية، ولكن إذا وافقت أتظنين أنه بإمكاني الظهور بمظهر ابنتي 16 سنة؟ أجابتها الليدي دافينبورت مبتسمة بكل سهولة: فأنت تبدين الآن أكبر من ذلك، ولكن حياتك يا سامانثا خلت من الاضطرابات وتميزت بالهدوء، ولا تلوح على وجهك أي من دلائل الإرهاق والإجهاد الظاهرة في وجوه الشباب اليوم. والمراهقون في عصرنا ليسوا سوى شلة من الأولاد المزعجين والمضطربين، ولعلك ستستمتعين بمراهقتك الثانية، وأعدك بأن لا تكون حياتك مملة ورتيبة. وتساءلت سامانثا ما عسى أن يقول عنها والدها لو عرف. على أي حال إنه المسؤول بالدرجة الأولى عن عودتها إلى أمها، وتأكدت أنه لم يكن ليقبل بأي من هذه المشاريع لأنه كان يبغض الخداع ويكرهه، غير أن عقلها شكك في هذا الرأي. ألم يمارس والدها نفسه ضربا من الخداع عندما جعلها توقن أن أمها متوفية وهي لا تزال تنبض بالحياة والحيوية؟ وفي نهاية المطاف أعلنت: سأوافق الآن على الأقل على أني لن ألتزم بأي تصرف إلا بعد أن أجرب هذا القناع. كم أنا سعيدة بك وممتنة لعطفك يا عزيزتي. وبرق الدمع في عيني السيدة الهرمة، وسر سامانثا أنها وفرت السعادة لشخص واحد على الأقل. وقالت الليدي دافينبورت: أما الآن فبإمكاننا أن نتناول التفاصيل. بان الارتباك على سامانثا: أي تفاصيل؟ يؤسفني إبلاغك أن باربرا عقدت زواجا سريا منذ 17 سنة، أي حين كانت في 17 من عمرها، وكنت أنت حصيلة زواجها، على أن وجودك بقي سرا حتى تكبري بعيدا عن الأضواء والضوضاء المحيطة بأبناء المشاهير. وهمست سامانثا وهي تحدق في جدتها باندهاش: صبرا، كيف استطاعت أن تقول ذلك وهي لا تعرف أنني سأوافق؟
لم تخفي الليدي دافينبورت عدم ارتياحها. لا أكتمك القول يا عزيزتي سامانثا أنها كانت تعول على قبولك لمشاريعها، فلا أحد يرفض لها طلبا على الإطلاق. أمالت سامانثا رأسها يمنة ويسرى وقالت: يا إلهي، فأنا إذا لست سوى لعبة تعمل بها باربرا هذه ما تشاء. أرجوك لا تقولي ذلك يا سامانثا، دعينا نكمل وأؤكد لك أنك لن تندمي على شيء. لم تقتنع سامانثا، غير أنها لم تستطع التفوه بكلمة اعتراض واحدة، وشعرت باشمئزاز شديد من المخطط بأكمله. ولابد أن يكون هناك سبب، فباربرا مما سمعته عنها حتى الآن لا تفعل شيئا دون سبب وجيه. وهنا سألت جدتها: متى نذهب إلى دافين؟ أجابتها الليدي دافينبورت وهي تتأملها: ليس قبل أسبوع أو نحوه على ما أظن، فباربرا تريد أن تقدمك إلى أصدقائها، ولذلك رتبت بعض الحفلات ومآدب العشاء. وعندما نذهب إلى دافين لا يعود ثمة مبرر لقلقك واضطرابك أيضا، لأنك لن تعودي إلى لندن قبل مدة طويلة. فهمت. عضت سامانثا شفتها: مآدب عشاء وحفلات، وتعود ابنة 16 سنة مرة أخرى.